أستاذ الحبشي ميلود، سؤالنا يعني كيتركز على نقطة جد مهمة بالنسبة لنا كجالية. أول شيء يعني المجيء ديالكم واش كان شي دعم؟ احنا عارفين بأن وزارة الجالية كوزارة الثقافة كتدعم الفرق المسرحية وكتعطي لهم واحد البيدجي يعني باش دير جولات. واش هذاك بالنسبة لكم انتم كفرقة وعدد كبير في الفرقة فيها الماكلة والوطيل وكذا، واش هذاك يعني هذاك البيدجي اللي كيعطيو لكم أو هذاك العدد المالي اللي كيعطيكم كيقدكم باش تجيو بها لأوروبا، أو لا خص يدعم أكثر من وزارة الجالية؟ هو في الحقيقة احنا المجيء ديالنا ما كانش مع وزارة الثقافة، هو من الوزارة المكلفة بالجالية المغربية يعني في الخارج، سواء في بلجيكا أو في هولندا أو في أستراليا أو في يعني الدعم احنا كنتمناو يكون كبير صراحة، لأن المسرحي معروف عليه التضحية، واخا كيكون دعم يعني قليل فاحنا يعني مشتاقين اننا نجي ونشوفوا الجاليه، مشتاقين اننا نتواصلوا ونحيلوا صله الرحم مع المغاربه ومع الاشقاء العرب الموجودين، مشتاقين لهذه الاشياء هذه. فحقيقه لو كما قلتي كان الدعم من طرف وزاره الثقافه والوزاره المكلفه بالجاليه غادي يكون اكثر، وغتكون راحه للفنانه اكثر. احنا مهما كان الامر يعني سواء كان الدعم الداخلي او الدعم هكا اللي هو نشاته الوزاره المكلفه بالجاليه، هو شيء مشرف لنا وباب اخر للتشغيل الفنانه، هي فرصه جميله وحنا كنتمناوها انها تستمر. والجاليه هذه السنه هذه الوزاره هذه السنه هذه راك يعني ارسلت للجاليه تقريبا واحد 17 فرقه 17 فرقه موزعه، فيها اللي هو في افريقيا، فيها اللي في المكان، والمغاربه مشات عندهم فروق. هذا شيء مشرف، وحقيقه احنا 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 يعني بدورنا تيتخصنا نصبروا ونضحيوا ريتما الامور يعني ما يمكنش تبدا الحساب من 10، دائما خصك دير واحد جوج ثلاثه، حنا دابا في واحد كنتمناو السنه المقبله جوج وثلاثه هكا. علاش؟ لان اولا كيبقى ذاك التلاحم ديال الوطني بيننا، وكيبقى حتى الجاليه اللي ما كتساعدوش فرصه انه يخرج في واحد العطله يدي ولادو، كتجي فرقه هنا ربما كتجيب له كما تنقولوا ريحه البلاد، كتجيب له كلام البلاد، تقاليد البلاد، مواضيع البلاد، سواء كان الموضوع يعني كيهم موضوع شعبي يعني عادي اي موضوع ما كيهمش الجاليه ولكن هو كيهم المغربي كمغربي، سواء كان الموضوع خاص الجاليه بحال هذا الموضوع اللي عندنا حنا دابا تقريبا هو خاص الجاليه. فهذه اشياء يعني مشرفه وكنتمنوها انها ما تكونش غير فرصه وتقطع منها وتستمر، لان التلاحم والتواصل بيننا هو اقوى شيء. وحتى اللي هنا يعني ما نقولوش ينسى البلاد، حتى واحد ما كينسى اصله، حتى اللي تلاها نجيو نفكروه باللي راه كاينه البلاد وكاين حبابه راه خصو يشوفهم، وهذا اللي كنتمناو. وكنتمناو كذلك ان الاشياء توسع، حنت واحد الوقت كانت تقريبا الفرص اللي كتجي هي كتجي للناس ديال الفولكلور او للمغنيين، لكن حاليا المسرح هو المسرح يحمي الكلمه، والمسرح ابو الفنون، مهما كانت الاغنيه سواء كانت ملتزمه او الغزل او غيرها او الشعبيه، فكيبقى المسرح اقوى لانه رساله، ويعني ورساله اللي كيحترمها كل واحد سواء كان مسؤول او غير مسؤول، فانت كتقدم نقد للمسؤول وكيكون في القاعه ولكن كيحترم الركح، لانه واحد المحل اللي كتقال فيه كلمه الحق، كتقال فيه مطالب، كتقال فيه. فكنتمناو على ان الوزاره كما قلنا وزاره الثقافه هي عندها وزاره الثقافه عروض، ولكن غالبا ما كتكون المهرجانات ولا، لكن لو تم بيناتهم تعاون واتفاقيه غتكون الامور اكثر، ما غتخرجش غير 17 فرقه، غتخرج حتى 30 فرقه. وحنا ما كيهمناش العدد، حنا ما كرهناش حتى 100 فرقه تجي. علاش؟ لان يمكن حاليا ظروف الشغل ما كتسمحش، ولكن لما كتبدا الامور كتمشى هكذا كيبدا ذاك المواطن المغربي كيدير برنامج للعروض اللي يشوفها. وحنا ما كرهناش تكون يعني الايام كلها اعياد والايام كلها سهرات والايام كل هذا، طبعا احنا في بلادنا ولله الحمد، الحمد ربي عليه، وكنتمناه يستمر. كيفاش جاوك الناس ديال بلجيكا، المغاربه اللي عايشين بلجيكا، يعني النوعيه ديالهم واش تقدر توصف لي يعني كيفاش كيجيوكم كمغاربه؟ وفي الحقيقه انا ما نقدرش ننافق نفسي، انا لقيت المغربي مغربي يا اخي،
سواء كاين هنا يا إخوان اللي تلاقينا معهم فيهم شباب فيهم اللي هما من مواليد بروكسل، ولكن لما كيصافحك مغربي كيبقى مسقط الرأس هنا، أما الروح والجسد والقلب والفكر فهو ديال المغرب مغربي، وهذا شرفنا كثير. لأن يعني كيقول لك الأصالة هي أصالة، فملي كتلاقها وكنشوفوا الحباب، حنا ما كون ما غاديش نجامل الا قلت ما كنتلاقاوش معهم كفنانه مع جمهور، كنتلاقاو كحباب كعائله. فهذا الشيء كيشرفنا، وزاد يعني فرحنا الامر اكثر لما لقينا دار اسمها داركم، فمعنى هذا الترحيب الكبير، معناه راك شيتوه كما تيقولوا، دارك في داركم. لقينا روسنا في ديورنا بين حبابنا بين اهلنا، يعني كل شيء فرحان بينا. هذا الشيء كيشرفنا اكثر وكيزيد يعني يخلينا نتشبتوا ببعضنا بعض وبوطننا وبملكنا الله يطول عمره وينصره. يعني كل الاشياء هي توحي على اننا ناس عندنا امجاد، عندنا تاريخ، عندنا اصول، كنتمنوا اننا نبقاو محافظين عليها. وكنشكرهم من هذا الباب الفرصه اللي هضرتي فيها، كنشكر المغاربه اللي هنا في بلجيكا ولا اللي في فرنسا اللي شفنا. يعني الشكر مهما كان قد الاهرام فهما اكثر، كنشكرهم على حسن الاستقبال وعلى الابتسامه وعلى الترحيب ويعني وعلى الضيافه، لان حتى واحد ما كيبغيك تمشي، واحد كيعرضك اليوم والاخر تيعرضك غدا، فهذا الشيء كيشرفنا وكيخلينا نحبوا بعضنا بعض والله يدومها محبه. فهاد الايامات يعني ديال المجيء ديالكم لقينا بان الصور ديال الفرقه ديال الكامله تبارك الله يعني دارت واحد، يعني اللي كيتلقى معكم في الشارع كياخذ معكم صور على الفيسبوك او لا على التويتر ولا بالنسبه يعني ليكم، مين كيطلب منكم شي مغربي انه ياخذ معكم صوره تذكاريه؟ يعني القيمه ديالكم كتزيد ترفع اكثر. شنو هو الاحساس ديالكم من هذه الناحيه؟ واخا نبغي نعبر عليه ما نوصلش ليه، لانه هو احساس يعني ما تقدرش يعني توصفه. فالمحبه هي اللي كتخلي الصوره تلتقط، وملي كيطلب منك باش ياخذ معك صوره معناه انه وصلتي لاعماقه، راه يمكن راه وجهه هذاك، راه الانسان كيبغي يعني كما تنقولوا يكون احسن من الناس. لكن ملي هو كيجي لعندك وتيطلب منك صوره معناه انه فضلك على نفسه، هذا شيء جميل اللي ما نقدروش ننكروا هذا الجميل هذا. وهذا شرف لينا، هذا شرف لينا تبقى صور تذكاريه. حنا كناخذوا معنا صور وكذلك كتبقى صور هنا. وكذلك ما تفوتنيش الفرصه انني نشكر المسيرين ديال داركم، لانه فرحوا بنا واستقبال حسن وبرهنوا على المغربيه ديالتهم بكل صدق. ويعني وحنا ما قدرناش نخرجوا من بروكسل، لان كل شيء تيقول لك خص العروض تكون هنا، وهما راه كل شيء بروكسل تيقول لك راه بلجيكا صغيره، راه يجيو عندكم حتى لهنا، ما كاينلاش تفوتونا وتمشيو لجهه اخرى. هذا هو الشيء اللي خلانا نقدموا جوج ديال العروض هنا. وفي المناسبه كنذكر السيد المدير السي العربي، لانه يعني كتشم فيه النسيم ديال طنجه، هو جميل يعني باسلوب لبيق ومشرف، انسان مشرف. وهذا الشيء كيشرفنا ملي كنلقاو مغاربه في واحد المستوى مزيان وبقاو على طبعهم وما تغيروش، راه كيفرحنا. من بعد بروكسل شنو عندكم؟ من بعد بروكسل ان شاء الله كما هضرت لك غادي نرجعوا للتور. قدمنا العرض الاول في تور، وكان العرض الثاني نديروه في باريس، لكن الناس ديال تور ما واحد الجانب في تور ما توصلوش انهم يشوفوا العرض، قال لك لا تكونوا عندنا حنا، لان باريس فيها ليزاكتيفيتي بزاف، فيها العروض بزاف، حنا هنا محرومين، فهم اللي جيتوا خصكم تشرفونا حنا. غادي نرجعوا باش عاود نديروا في 29 في هذا الشهر ان شاء الله العرض الثاني، ومن بعد منه عاد غادي نرجعوا لهولندا. هو متعب، كان من بلجيكا ندخلوا لهولندا، ولكن ارتباطنا بالاخوان ونرضيهم، لان احنا النهار اللي طلبت منا الوزاره اننا نجيو هذا هو الهدف بكل صدق، يعني ما فيهاش المجامله، نعطيك دعم ماشي كثير بزاف، ولكني خصنا الجاليه تكون فرحانه يعني وترضيوهم. فاحنا وجودنا هنا يعني هي مسؤوليه اولا، وجودنا اننا نرضيو المغاربه فين ما كانوا. الا طلبوا منا حتى العرض الرابع خصنا نديروه، ماشي معنى هذا اننا كنقلبوا على الجانب المادي، الجانب المادي ما تهمناش لان الوزاره معوضه لنا العرض، ولكن كاينه عروض اللي كنديروها حنا اضافيه بالمجان
بالمجان تلبية للرغبات ديال الجمهور، وهذا شرف لنا وحنا بغينا نتواصلوا أكثر. وكما قلت باش تبقى لما تدير الجولة في المغرب من طنجة للقويرة تقول راه كاين مغاربة أخرين خصني نجي لعندهم، معناها هذا أنك كيتزاد في في, 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 في في الشغل شغلين، وكتولي فرصة أن الإنسان يجي يشوف بلاد، يطلع على ثقافتها، يشوف ناسها، ويشوف كذلك المغاربه اللي هما موجودين. شكرا بزاف استاذ ميلود، كنشكرك على هذه التوضيحات اللي قدمتي للموقع ديالنا، ونتمنى ان شاء الله النجاح للفرقه ديالكم، ونتمنى ان شاء الله زيارتكم تتكرر بزاف لاوروبا، بلجيكا، هولندا، المانيا، علاش لا، حتى السويد والنرويج. وكلمه اخيره للجمهور المغربي. الجمهور المغربي بصفة عامة ولا الجمهور المغربي اللي متواجد في أوروبا؟ طبعا احنا ديما كنهضروا غير على الجمهور المتواجد يعني أوروبا. هو من خلاله نخاطب حتى الجمهور الآخر. تفضل. هو العناية بالثقافة هي شيء جميل، فمعنى أننا يعني كنتمنوا أن أي عرجة، ماشي غير احنا، أي عرجة يكون عليه إقبال ويحضروا، لأن الحضور هو 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 تزكية، هو دعم، هو كل شيء. احنا ما كنشوفوش الجانب المادي، لأن عمر المادة ما غتصوب الإنسان كتصوبوا ثقافة، كتصوبوا تقاليد، كتصوبوا تربية. فاحنا بغينا نتربعوا على هذه الأشياء ونبقاو نعطيو النموذج حتى العرب آخرين كاينين كيعيشوا هنا أو أجانب، لما كيشوفوا ذاك التلاحم وذاك الحضور بقوة وذاك التأخي اللي بيناتنا، فأكيد على أن غنعطيو صورة جميلة للعالم. والحمد لله جدودنا دا صوبوا لنا صورة جميلة في العالم، لأن بلدنا ولله الحمد بلد مسالم، بلد يعني يرحب بالديانات السماوية، بلد لا فرق بين فلان وفلان، لا يهودي ولا مسيحي ولا مسلم، بلد فتح يدو الجميع. فما يمكنش هذا البلد اللي ربنا بهذا الشكل هذا أننا نكونوا يعني نعطيه صورة اللي تسيء ليه. فكنتمنى أن الحضور يكون قوي، وشكرا مرة أخرى، ونتمنى نلتقي إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا بزاف.